المدرسين مو كلهم يضربون ضرب مبرح فالطالب يكرهه بسببها. الآن لا الحمد لله تعرف نظام المدارس ما تقدر تهين الطالب ولا حتى لو تقول له يا دونكي يعني لأنه مدرس إنجليزي يقول لك يا دونكي ما مدرس عربي يقول قم يا حمار مثلا. هذه راحت الحمد لله لها يمكن ثلاث عقود وأكثر راحت. هذا كان بعض الطلاب ذاك الوقت يكرعون يكعون عند هذه المدرسة أو يروحون ما جبت الواجب يجلدك جلد العبد على قولهم. هذا هذا طبعا خطا في التعليم لكن بعض الاوقات الاستاذ يعطينا واجب وانا كطالب كسول ما حليت ما تفرق من المدرسه يضيق صدري ما ودي اروح بكره وصوني في تعبان تقومني امي تعبان يا امي تعبان وانا كذاب دجال بس عشان ايش؟ ما تداوم عشان استاذي حطنا علينا واجبين ثلاثه ولا حليته قعدت تلعب وحليته قم والله تعبان شوف يا امي وانا دجال دجال صغير وشرت اشرد مره في منصوره عند باب المدرسه عند الطاقة حقت المدرسة وعند الأستاذ الحصة الخامسة غربش فيها اي الحصة الخامسة اكتب عن التعليم في المملكة ولا عدت منها كورة ذيك اليوم ولا كتبت عن التعبير ومع الماسورة. المشكلة يوم ركبت الماسورة رميت الكتب كتبي رميتها قبلي وماسورة والأستاذ تحت يقول تعال تعال قلت لا لا برجع قال أقول لك أنزل 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 أذكرها ليش لأني ما حليت الواجب أصلا على قولهم فريك يا ولد فريك.